وادعوا جميعا مع موتى المسلمين ونسأل من الله عز وجل أن تكون خير زارة لأهل هذه المدينة. قفش الدين مولا الأخت سمية بن خلدون أشهر من أن تعرف، فهي يعني مناضلة في حزب العدالة والتنمية منذ كان حزب العدالة والتنمية، وبنت الحركة الإسلامية منذ كانت الحركة الإسلامية منذ كانت هي، وبنت أسرة طيبة كريمة معروفة يعني في هذا الوسط، نشأت في هذه المبادئ وهذه القيم وتدرجت في المراتب المسؤولية داخل الحركة وداخل الحزب وداخل يعني الجمعيات النسوية، وابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذا المرض عانت معه الكثير الحقيقة، عانت في الصمت، عانت في يعني في احتساب. أنا كنت كنتبع الأخبار ديالها باستمرار، لما كنت تكلم معها كنت كتجي عندي هي والسي الحبيب الشوباني يعني إلى المراحل الأخيرة جدا جدا، وهي كتجي كتزورني هي والسي الحبيب الشوباني وكيتكلموا معايا وكتجتهد، وآخر ما أنتجت هو هي مريضة وعلى فراش الموت في الحقيقة، لأنها يعني كانت تعرف مصيرها منذ مدة طويلة. آخر ما أنتجته كتابا يعني عن يعني معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، قضت فيه من عمرها يعني مدة طويلة نسبيا، والله سبحانه وتعالى أسعفها بعمر العمر حتى يعني أتمته وطبعته على نفقتها وجعلته يعني في سبيل الله يعني وقفا لله تعالى، لم تأخذ عليه، وهو كتاب سيكون له يعني أثار إن شاء الله الرحمن الرحيم. فهذه السيدة هذه امرأة فاضلة عاشت طيبة وماتت طيبة وانتهى الكلام. هذا ما كانت كتجي هي والشوباني وكانت تكلموا في كل شيء، ملي كتجي واخا هي مريضة واخا عارفة راسها يعني ربما الأيام ديالها معدودة، كانت الغريب أنها كانت دائما محتسبة ودائما مبتسمة ودائما مقبلة، ما عمرها ما كانت يعني لا متشائمة ولا متسخطة ولا تشتكي من مرضها. الناس ملتيها كتقول لك لاباس الحمد لله، آخر الكلمات كنميلو بينها وبين التليفون من بعد ما بقاتش كنقدر نتكلم معها باش ما نتأثرش أنا، فهمتيني ولا لا. وحتى وصلت لهذه المرحلة الأخيرة اللي شد عليها فيها الألام وشد عليها فيها يعني المرض، وثم دخلت في مرحلة ديال عدم الوعي ديال الكومة، ثم بعد ذلك توفاها الله في هذا اليوم المبارك طيب من هذه الأيام المباركة. كل هذه مبشرات ومؤشرات
الميت إذا مات لا يرجى له إلا شيء واحد وهو الرحمة والمغفرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له. الله عز وجل الرحمة والمغفرة لأختنا سمية بن خلدون. باختصار أقول أن هذه المرأة جمعت بين حب دينها وحب وطنها منذ صغرها، منذ أن كانت صغيرة وكانت شابة وكانت طالبة، وهي دكتورة وهي برلمانية وهي وزيرة وهي بعد ذلك إلى آخر رمق إلى آخر نفس، يعني وهي محبة إلى آخر نفس، ألفت كتاب وهي على فراش المرض وجعلته وقفا، جعلته وقفا تدافع فيها عن دينها وعن الأخلاق، وتدافع فيها أيضا عن قيم مجتمعها وعن قيم وطنها. هذه امرأة محبة مخلصة ومؤمنة بالتوابت الوطني، الله الوطن الملك، وما عرفنا عليها إلا أنها مكافحة، ما عرفنا عليها إلا أنها يعني تجمع ولا تفرق، وأنها يعني تبشر ولا تنفر. والحمد لله أنتم تلاحظون الآن الإقبال على جنازتها ومحبة الإخوة والأخوات لها، رحمة الله عليها رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا يعني إياها ونحن على طريقها وعلى طريق محبة الوطن ومحبة هذا الدين الذي الحمد لله شرفنا الله به. فأختنا رحمة الله عليها، وأقولها لوسائل الإعلام، هذه من المناضلات، من الوطنيات، من المخلصات، من المعتزات، من التي كانت محبة لملكها، محبة لوطنها، مدافع عن وحدة هذا الوطن، مدافع عن قيم هذا الوطن، إلى أن لقيت الله عز وجل، فرحمة الله عليها رحمة واسعة. وصف أنا كانت ربانية بحيث بقيت لصيقة بكتاب الله وبأسماء الحسنى، ولصيقة حتى أصدرت الكتاب الذي يعني آخر إصدار أصدرته هو كتاب ديال آيات الله الحسنى، واللي بقات يعني هذه ما كملش تقريبا شهرين باش أصدرت هذا الكتاب. فهذا تعلقها بالله وإيمانها بالقضاء والقدر، وما يمكننا إلا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى من الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يدخلها فسيح جنانه، وأن يرزق أخويها السي محسن والسي رضا الصبر والسلوان، وزوجها الحبيب وأبنائها وبناتها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر علاقة واتصال هاتفي أقل من شهر اتصلت بي لكي أتوسط في حج بعض أصهارها، قلت لها ودي احنا في العدالة والتنمية ما عدناش في البرلمان، وهذا آخر اتصال اللي كانت يعني تدافع وكانت تطالب وتتوسط يعني للناس في الخير، وهذا عمل ديال الخير. هذا آخر اتصال اللي كان عندي معها رحمة الله عليها. أنا واحد في أختنا وفقيدتنا أخت سمية بن خلدون، كانت رفيقة كفاح، تعرفت عليها مبكرا، لكن أثناء العمل الحكومي وجدتها شخصية فذة واستثنائية وقاومة صابرة مناضلة وهي في عملها الحكومي. ثم بعد أن غادرت كيف بقيت وفية لمنهجها في خدمة الوطن وتوابته وهويته وقضاياه. صلى الله عز وجل أن يرحمها ويرزقها الجنة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.